عن التطور التكنولوجي الرهيب اللي حصل في حياتنا، ازاي ممكن ياثر على العلاقات الانسانيه والعلاقات الاجتماعيه، ممكن يدمر علاقات وممكن يشوه علاقات من خلال انغمسنا الكامل. فكره التكنولوجيا اصبح كل واحد فينا دلوقتي ماسك تليفون في ايده طول الوقت، حتى بنتقابل مع بعض في ميعاد بعض الكافيه مثلا، احنا اربعه وخمسه كل واحد ماسك تليفونه برضه، يعني العلاقات الاجتماعيه بدات شوية تتشوه، ودي من سلبيات التطور التكنولوجي الرهيب اللي حاصل. فده بخلينا ده الموضوع تقريبا اللي احنا بنتكلم عنه. لا اولا انا ليا انا شخصيا حصل مليون موقف، وكل يوم مش عايز اقول لك ان كل ساعه الواحد بيسمع عن مشكله حصلت بسبب الكمبيوتر والفيسبوك والتليفون والموبايل، يعني كل يوم في قضيه بالشكل ده. الموضوع ده محيط بحياتنا الوقت. والله جديد انا في موضوع تاني بشتغل فيه، وعندي فيلم متعقد عليه ربنا يسهل اشتغل فيه.